بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ أحمد الخليلي نزل تغريدة من يومين ينتقد السماح بمرور الطائرات الصهيونية على أو فوق الأجواء العمانية، يعني تغريدة عادية والإنسان من حقه يعني من باب الحرية ومن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن باب إنكار المنكر من حقه يا أخي ينكر هذا الموضوع ويعني يطالب الحكومة بإلغاء هذا القرار. من اللي للأسف دائما يدخل خلفيته العفنة وسط الرجال، دائما يسبب الفتن، الصحفي الصهيوني إيدي كوهين، ملك المخنثين، ملك المخنثين. سبحان الله، هذا الإنسان اللي فضح نفسه. إذا تذكرون موضوعي لما أنا نزلت مقطع شمت على وفاة واحد من الشاذين المخنثين، طلع هو وزعلان ويسبب فتنة، زعلان إني أنا أشمت على المخنثين، فضح نفسه إنه هو أكبر داعم لإيش؟ للشاذين ولأتباع قوس قزح، وهو بنفسه يتم الفعل فيه، هو بنفسه فضح نفسه أنه يفعل فيه وأنه هو مخنث كبير. هذا المخنث يتطاول على مفتي السلطنة، والله هزلت، والله هزلت أعزائي المشاهدين. طبعا يعني وبكل وقاحة وبكل يعني قلة أدب طالع يقول لك والله نطالب الخليلي بالاعتذار. الطالب بالاعتذار عشان هو قال راية؟ سبحان الله، فعلا تفضحون أنفسكم يا كذابين يا صهاينة، يلي تدعون لكم أنتوا أكبر وأفضل دولة في الشرق الأوسط في الحرية الإعلامية وفي حرية الكلمة وفي الديمقراطية، تفضحون أنفسكم دائما أن الحرية في أي شيء ما عدا ما يمسكم أنتوا يا مخانيث يا كلاب يا أنجاز. كوهينو إيدي كوهين عقل، كم مرة أعطيك بالحذاء؟ لكن للأسف ما في فائدة. إيدي كوهين، قبل ما أكمل حاب بس أني أنا أذكرك إن تتذكر هذا مين؟ هذا جدك يا كلب، هذا جدك اللي ألا سخطه خنزير يا نجس، قاتلك الله ما أقبحك. أراويك جدتك، هذه جدتك، شوف جدتك القردة، جدك خنزير وجدتك قردة يا قرد، وجاي تتطاول على مفتي سلطنة عمان. أنا ما قلت، الله سبحانه وتعالى قال إن سخطكم ومسخكم قردة وخنازير من فعايلكم يا نجس. سبحان الله أخواني الكرام، أنا يعني شوفوا، أنا لما أقول كلمة هذا الكلام مش من عندي، أي إنسان يضع يده، وأنا وجهت تحذير لأهلنا في السلطنة لحكومة السلطنة، أي إنسان يضع يده في يد الصهاينة لابد أن يده تحترق عاجلا أم آجلا. والله كل دولة طبعت معهم، كل دولة وقعت معاكم يا صهاينة يا أنجاس، لابد أن يدهم هذه تحترق. إذا كان الله يا كوهينو يا خنزير يا ولد القردة، شوف هذه يدتك اللي الله مسخه، شوفها خبل، حتى يدتك خبل، هبلة يدتك يا نجس. وبعدين أنا ما أقول، أنتوا تقولون إن جدكم قرد، أنا إنسان أقول إن جدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا كإنسان أعترف إن جدي هو النبي آدم عليه الصلاة والسلام، إنما أنتوا دائما تعترفون إن جدكم قرد وأصلكم قرد. شوف كحل عينك إيدي كوهين، شوف هذا جدك وهذه جدتك. نعم، القرآن قال إن الله مسخهم أجدادك قردة وخنازير يا نجس. أعزائي المشاهدين، حتى الله سبحانه وتعالى، أنا أقول لكم هذول غدارين، حتى الله سبحانه وتعالى نقضوا العهد وقاموا يتحايلون على الله. اقرأ قصة أصحاب السبت، قصة أصحاب السبت يبون يتحايلون على تعليمات الله سبحانه وتعالى. اقرأ قصة أجداد الصهاينة نتنياهو وإيدي كوهين والأنجاز، هذول الأنجاز اللي للأسف بفضل الخونة العرب
محتلين فلسطين، ولا أنتم من والله إنكم جبناء تخافون من الحجر، إدكوهينيا نجس يا حفيد القردة والخنازير، لا تتطاول على سيادك المسلمين، لأنك أنت في قرارة نفسك يا نجس يا قرد يا مخنوث يا ملك المخنثين اللي فضحت نفسك، فضحت نفسك أنك أنت خنيث ويفعل فيك. لا تتطاول على أسيادك المسلمين، لأنك أنت في قرارة نفسك تعلم أن ديننا دين الحق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن حق، لكن جدك الملاعين حيي بن أخطب وياسر بن أخطب الملاعين المنكوحين أجدادك هذول هم بنفسهم اعترفوا أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق، ولكن الغدر والكبر اللي في قلوبهم. يا حيي بن أخطب قال سأعاديه أبد الدهر، وجاي حضرتك تتطاول على مفتي سلطنة عمان؟ والله يا أهل عمان المفروض ما تسكتون عن هالمهزلة هذه. المفتي الخليلي صار إمام الضلالة؟ إذا هو إمام الضلالة فأنت إمام الخناثة يا مخنث، يا اللي طلعت حتى في مقابلة تلفزيونية زعلان على المخنثين، وقطر تمنع رفع أعلام المثليين. أنت قلت، أنا ما قلت، أنت طلعت في التلفزيون قلت زعلان على قطر أنها تمنع رفع أعلام المخنثين، وقاعد تحفر عشان قطر منعت المثلية في قطر. يا نجس تفضح نفسك أنك أنت مخنوث يا خنيث، يلي مفعول فيك ما في رجال لو فعل فيك يا نجس. إدكوهين بعدين إذا كان أنت تقول أن الإمام الخليلي إمام الضلالة، فحاب ذكرك بربك. تدري من ربك أنت؟ العجل اللي عبدوها أجدادك. شوف بوس الشاشة إدكوهين، بوس ربك، هذا ربك العجل. قاتلك الله يا حفيد العجل، يا حفيد القردة، يا حفيد الخنازير. لا تنكر يا كلب، لا تنكر، أنا ما قاعد أفتري عليك، أنا أقول الحقيقة يا نجس. يدك بوس إدكوهين، اسجد الآن للشاشة، اسجد أمام الشاشة، هذا ربك، وقدم له الولاء والطاعة، هذا ربك اللي عبده أجدادك يا نجس. حتى النبي موسى غدرت فيه، النبي موسى دقيقة قال لكم أنا بروح وبرجع، عبدت العجل. قاتلكم الله. إخواني الكرام يا مسلمين، اتقوا الله، مو بهذول، هذول غدروا بالله، غدروا بالنبي موسى، تاريخهم كله غدر وخيانة، تحايل، حتى الله سبحانه وتعالى تحايلوا على قوانينه في قصة يبون يحبسون الأسماك. يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتيون أنتم يا مجانين تحطون يدكم بيدهم، دول المسلمة تروحون تسوون تطبيع مع أحفاد القردة والخنازير، مع من عبدوا العجل، هذا ربهم، تروحون تسوون اتفاقيات سلام معاهم؟ هذول شوفوا جدتك إدكوهين، جدتك القردة الخبل، تروحون تسوون مع هذا السلام، وتتطاول على مفتي السلطنة يا نجس، وتطالب بالاعتذار، وثاني يوم تنزل تغريدة وتتهمه بالضلال، وتتهمه بأنه إمام الخوارج. أهلنا في عمان شوفوا قاعد يخلط عليكم. تقوى الله سبحانه وتعالى، والله هزلت هذا المخنوث المخنث اللي اعترف أنه خنيف صار يتطاول على المسلمين. إدكوهين هذا 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 اخو جدك، نعم هذا عمك اخو جد، كحل عينك يا حبيبي اجدادك. لابد انك تعرف اصلك وفصلك يا قرد يا نجس يا مخنوث خنيف خنزير قرد عبد العجل، وجاي تتطاول؟ شنو فيك صح يا كلب يا نجس يا خنزير كهنا. شوف انا اقول لك، انا حذرتك وايد، لا تخليني أسوي قناة اسمها جلد الكهين، جلد الكهينية الخنازير المخنثين اللي مثلك. أنت تعرفني، إذا حطيتك والله في طريق أدوسك دوس يا نجس. أنت تعرف ليش أنت صاير لك راس؟ لأن للأسف في ناس يقال عنهم مسلمين تنازلوا عن رجولتهم، معطينك وي، ولا أنت مالك إلا الحذاء يا حفيد القردة والكحل. كحل عينك أسنادك. شوف جدك اللي الله سخطه خنزير
من كثر ما والعياذ بالله كفروا بالله، كفروا بالله، قتلك الله. حذاري تتطول على واحد من المسلمين يرعى الفتن، والله اسلوبك سب. هذول اللي في الروضه في الابله ابله، شوفي 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 عبد العزيز الانصاري شو يقول مره، شوف شوف شو عبد العزيز شو قاعد يقول، ويسوي فتن، يفتن على هذا يفتن على هذا. هذا ساسكم وهذا تاريخكم وهذه حركاتكم من ابد الابدين. قاتلكم الله، قاتلكم الله، تتحايلون على الله، طعنتوا النبي موسى، غدرتوا فيه، دقيقه بس دقيقه راح، عبدتوا العجل من ورقه، وين وين العجل، وين 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 ربكم؟ يلا يلا اسجد اسجد اسجد، قاتلك الله، والله لقطع لسانك يا كلب اذا تطاولت على واحد، في عليك وعلى اشكالك.